هلا بالعاده انا بيجوا لعند الكابلز بكون المدام عندها مشاكل بالحبل يعني ما بتحبل. فاللي فهمته من حضرتك مسيو ريشار انه اسم الله المدام عم بتضل تحبل. بتضل تحبل. ولك دخيلك دخيلك يا دكتور بولد من ميله بحبل من ثاني ميله. اسم الله بلا حسيده. طيب جربت شو مره تحسبوا على الرزنامه؟ جربنا نحسبها على الرزنامه، من بعد ما جربنا الرزنامه حبلت مرتين. اسم الله عليكي. طيب اخذت حبوب منع حمل؟ جربت اخذت حبوب منع حمل، من بعد ما اخذت الحبوب ثلاث مرات حبلت. كله طق طق طق. طيب ليه ما بتركبي لولب؟ ولك ركبت بس. ومن بعدها كمان، من بعد اللولب اربع مرات حبلت. طق 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 طق. ركبتي لولب ورجعت حبلتي اربع مرات؟ لا اسم الله عليكم يعني اسم الله عليكم. ليك مسيو ريشار معلش بدي اعطيك الحل بس انه شوي سوري على التعبير ما في حل الا انه توقف اثنين مع المدام ما في حل. ما دري شنني انا لانه من بعد تاني ولد انا ما عدت نمت مع مدامتي ولا مره. It's